بعدما حصلنا على قائمة رائعة من العناوين أضيفت لخدمة الجيم باس الشهر الماضي، أبرزها هيتمان تريولوجي ورامبو 6 إكستراكشن، ها هي اليوم من جديد مع بداية شهر فبراير نحصل على تشكيلة متنوعة من الألعاب تقدم تجربة مختلفة. سوف تضاف لهذه الخدمة الرائعة بالإضافة إلى مجموعة من العناوين التي سوف تغادر الخدمة في هذا الشهر، أحضرناها لكم في الفيديو اليوم. بدون إطالة أكثر خلينا نبدأ. أول عنوان في القائمة معنا اليوم هو Dreamscaper، لعبة أكشن روغلايك تأخذك في مغامرة رائعة لمواجهة الكوابيس مع عالم مليء بالمخلوقات الغريبة وأيضا الكثير لاكتشافه من قدرات ومهارات. ويقدم العنوان تجربتين مختلفتين، في النهار اكتشاف المدينة وبناء العلاقات وهذا يساعدك في ترقية شخصيتك، أما في الليل الغوص في عقلك الباطن ومواجهة كوابيسك. Dreamscaper مع متوسط تقييم 80 على موقع Metacritic، قدم خدمة الجيم باس بتاريخ 3 من فبراير على كل من الكونسول وأجهزة البي سي. وثاني عنوان في القائمة هو Contrast، تدور أحداث اللعبة في عشرينات القرن الماضي ومهمتك مساعدة فتاة صغيرة تدعى ديدي عبر لعبة منصات، لكن من أجل تخطيها تحتاج لحل الألغاز، حيث يقدم العنوان إمكانية التحكم في اللاعب في العالم المادي بالإضافة إلى إمكانية التحكم في شخصيتك عبر الظلال، وهذا المزيج الرائع سوف يساعدك في حل الألغاز وأيضا تخطي العقبات. Contrast قادمة لخدمة الجيم باس ابتداء من تاريخ 3 من فبراير لأجهزة الكونسول. No, Johnny, not again. You're a carousel of broken dreams. See? Get back. وثالث عنوان معنا هو Telling Lies. يقدم العنوان تجربة فريدة أو بالأصح لم نشاهدها كثيرا في صناعة الألعاب، وأغلب ما حصلنا عليه من هذا النوع كان مخيب للآمال، حيث يقدم العنوان تجربة سردية عبر مشاهد سينمائية حقيقية تدور حول 4 أشخاص يتم عرضها بشكل مكالمات فيديو، وعبر مشاهدتها تحتاج لجمع مجموعة من الأدلة والأدوات لمعرفة الحقائق وكشف الأكاذيب. Telling Lies قادمة لخدمة الجيم باس ابتداء من تاريخ 3 من فبراير على كل من أجهزة البي سي والكونسول. ورابع عنوان سوف يضاف للخدمة لهذا الشهر هو Besiege، يقدم العنوان تجربة رائعة لبناء آلتك الخاصة وتدمير القلاع، حيث يمنحك تشكيلة واسعة من الأدوات تعود للقرون الوسطى، وما عليك إلا أن تطلق العنان لإبداعك وإنشاء سلاحك الخاص، والهدف منه هو تدمير حصون معينة في كل مرحلة وأيضا القضاء على بعض الأعداء. Besiege قادم بتاريخ 10 من فبراير على كل من أجهزة البي سي والكونسول. وكما عودتنا الخدمة دائما هناك قائمة من العناوين قادمة في اليوم الأول من الإصدار، والبداية مع Crossfire X، لعبة شوتر من منظور الشخص الأول ومن تطوير الأستوديو المبدع ريميدي الذي قدم لنا Control، أحد الألعاب المغادرة للخدمة لهذا الشهر مع مجموعة أخرى من العناوين سنتعرف عليها في نهاية حلقتنا اليوم. ويقدم Crossfire X طور القصة بالإضافة إلى إمكانية اللعب عبر الشبكة، والذي سوف يكون مجاني للجميع. وبالنسبة للعنوان الثاني القادم في يوم الإصدار هو Age of Eternity، يأخذك العنوان في رحلة مليئة بالمخاطر بحثا عن علاج لوالدة داريون الشخصيات خلال اللعب، وكل هذا قدم عبر لعبة أدوار استوحت كثيرا من Final Fantasy. Crossfire X و Age of Eternity قادمين للخدمة بتاريخ 10 من فبراير، و Crossfire X سوف يتوفر لمالكي الخدمة على أجهزة الكونسول فقط. وبالنسبة للعنوان السابع معنا القادم للخدمة هو Skull The Hero's Lion، لعبة أكشن روغلايك تأخذك في مغامرة عبر هيكل عظمي، مهمته هي اصطياد الشياطين ويمكنه التحول إلى أكثر من 100 شخصية عبر تغيير جمجمته. العنوان قادم من الخدمة بتاريخ 10 من فبراير على كل من أجهزة الكونسول والبي سي. والعنوان القادم معنا في القائمة هو The Last Skids on Earth and the Staff of Doom، تدور أحداث اللعبة حول غزو الزومبي للأرض
ومهمتك في هذا العالم المفتوح هي القضاء على هذا الغزو. وقدم العنوان كل هذا عبر تجربة لعبة أدوار قادمة من خدمة الجيم باد بتاريخ 10 من فبراير على قوم من أجهزة البي سي والكونسول. أما العنوان الثامن القادم من الخدمة هو نسخة الالتيمات من لعبة سيرفايفر الشهيرة أرك، والتي سوف تحتوي على كل الإضافات التي قدمتها اللعبة من خرائط وديناصورات. اللعبة سوف توفر بتاريخ 14 من فبراير على كل من أجهزة الكونسول والبي سي. والعنوان التاسع في القائمة معنا اليوم سيقوم بإطعام ألعاب الريترو مع إنفينوكس في تجربة بلاتفورمر مع بعض الألغاز لحلها. العنوان قادم بتاريخ 14 من فبراير على كل من أجهزة الكونسول والبي سي. وآخر عنوان في القائمة معنا اليوم هو Total War Warhammer 3، لعبة ريلي تايم تاكتيك استراتيجية تقدم تجربة رائعة لإدارة مستوطنتك وبناء جيوشك. العنوان قادم للخدمة في نفس يوم الإصدار بتاريخ 17 من فبراير على أجهزة البي سي. أما بالنسبة للعناوين المغادرة للخدمة فهي كالتالي: Control، Code Vein، The Medium، Project Winter، The Falconer، وأخيرا Final Fantasy 12 The Zodiac Age. كل هذه العناوين سوف تغادر الخدمة بتاريخ 15 من فبراير. وبهذا الشكل نكون حققنا نهاية حلقتنا لليوم. أتمنى ما قدمناه نال إعجابكم، ولا تنسونا من السبسكرايب واللايك. استودعكم الله، سلام.